إذن تفاصيل قمة تيكاد ودعم القارة الأفريقية في سياق التقرير التالي. تحت شعار أفريقيا ويوكوهاما مشاركة الشغف نحو المستقبل، يأتي انعقاد النسخة السابعة لمؤتمر طوكيو الدولي حول التنمية في أفريقيا والمعروف باسم تيكاد. وتعود مدينة يوكوهاما لاستضافة الحدث الذي انطلق في عام 1993، وتنظمه الحكومة اليابانية بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأفريقي ومكتب المستشار الخاص لشؤون أفريقيا التابع للأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية والبنك الدولي، بعدما أقيم خارجها للمرة الأولى في النسخة السادسة للمؤتمر والتي استضافتها العاصمة الكينية نيروبي عام 2016. القمة المنعقدة بين 28 و30 من أغسطس الجاري تحمل على أجندتها العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، على رأسها موضوعات التحول الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والمؤسسات وبناء مجتمع مستدام للأمن البشري وتحقيق السلام والاستقرار. كما ستتطرق المناقشات إلى كيفية توسيع دائرة التعاون التكنولوجي دوليا ودعم ريادة الأعمال للمرأة وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، فضلا عن تشجيع الأجيال المستقبلية في القارة. ويكتسب تيكاد 7 زخما خاصا في ظل مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليتها، بما يبرز اهتمام القيادة السياسية المصرية بقضايا التنمية في القارة السمراء، لا سيما خلال ترأس مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام. وانطلاقا من أهمية قمم تيكاد ودورها في تعزيز العلاقات بين طوكيو وأفريقيا، أكد الرئيس السيسي أن تيكاد تعد إحدى المنصات الهامة التي تجمع مختلف الشركاء لدعم أفريقيا وطموحاتها التنموية، مشيرا إلى تطلعه إلى مساهمة المؤتمر وشركاء أفريقيا الاستراتيجيين الآخرين في تعزيز الجهود المشتركة بما يحقق للقارة السمراء آمالها المنشودة. وعلى مدى 26 عاما مضت مثل تيكاد قوة دولية فاعلة لجذب الاهتمام لقضايا القارة الأفريقية ومتطلبات التنمية فيها، حيث تهدف طوكيو من خلاله إلى تعزيز الحوار بين القادة الأفارقة وشركاء التنمية بشأن تعزيز النمو الاقتصادي والتجارة والاستثمار والتنمية المستدامة.